قال النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي خلال تضييفه في برنامج نقطة على السطر الذي يبث من على شاشة قناة صلاح الدين أن الحكومة المحلية تواصل جهودها لحل ملف المغيبين والمفقودين، وهي تعطيه أولوية استثنائية من خلال التواصل مع الحكومة المركزية والقيادات الأمنية. مطالبات بالفترة السابقة من وقت الأخ الدكتور أبو مازن دكتور أحمد والحين وصول دكتور عمار كمل المسير بهذا الاتجاه من خلال المطالبات والضغط على الحكومة المركزية والقوات الأمنية بتوفير قاعدة بيانات أو أماكن تواجد هؤلاء المغيبين وإجراء حلول حقيقية لعوائلهم. احنا من البداية قلنا يا أخوان المشخص مخه شادمي داعشي خلي والإمام ما ندور وراه ولا نشد وراه، بس الخوش يقول ما عندي شيء خلينا ندندر بوين. هاي الرسالة كانت متواصلة حتى الأخوان في هيئة الحشد، القوات الأمنية كان هناك تواصل بهذا الملف ومطالبات جدية وحقيقية لبحث مصير هؤلاء. واليوم أكو فد رؤية معينة قد تبين بالأيام القادمة. اليوم ضغطنا بكل ما أوتينا من قوة، صار 5 سنوات استاذ عمار على فقدانهم وتغييبهم ما بين المحافظة والمجلس السابق وحتى الإدارة الحالية، أنه ضغطنا بكل الاتجاهات منظمات دولية صليب أحمر حكومة مركزية مستشارية أمن وطني أجهزة أمنية قيادة عمليات هيئة حشد وكلهم أبدوا تعاون. نتمنى إن شاء الله تتوضح حالي.